أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن التميز والتألق للهجنة البحرينية في المحافل الخارجية يؤكد ما وصلت إليه هذه الرياضة من تطور وازدهار بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن النتائج الإيجابية التي تحققت عن طريق عهد وجبل دخان في كأس وزارة الرياضة للهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مثال الإنجازات المتواصلة التي حققتها هذه الرياضة ووصلت إلى مستويات متطورة تسهم في تقديم المزيد من الدعم للوصول إلى كامل الأهداف من المشاركات الخارجية التي سجلت حضورا بارزا ولامعا يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتعددة التي حققتها المملكة في هذه الرياضة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتحقيق عهد المركز الأول في الشوط الأول وفوز جبل دخان بالمركز الأول في الشوط المسائي الثامن، مشيرا سموه إلى أن هذه الإنجازات حافز للمزيد من التقدم والإنجازات خلال الفترة القادمة. وجاء فوز عهد بالمركز الأول في الشوط الأول لفئة بكار مفتوح بزمن وقدره 9 دقائق و11 ثانية، فيما جاء فوز جبل دخان بالمركز الأول في الشوط المسائي الثاني في فئة جذاع قعدان مفتوح بزمن وقدره 9 دقائق و19 ثانية. العبور بدأت تعبر ولكن عهد عهدتنا عند الكيلو الأخير عند الكيلو الأخير عند الكيلو المثير عند الكيلو المثير عهد 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 ودعتهم 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 في يوم الوعد في يوم الوعد سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع عهد مع عهد الكاس بحريني الكاس بحريني الكاس بحريني مع عهد مع عهد مع عهد الكاس إلى مملكة البحرين إلى الأحباء إلى الأشقاء مع عهد بشعار سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة تهانينا والنماز تهانينا والنماز لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع عهد بهذا الحضور الكبير.